أما فيما يخص الموضوع في قضية الصحراء، نقول للجميع بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية أبا عن جد، شاء من شاء وكره من كره. وفي الأخير بالاعتراف الولايات المتحدة والصريح بمغربية الصحراء السيد الرئيس رونالد ترامب بقضية الصحراء المغربية وتوقيعه على هذا القرار الأخير، ونحن كمغاربة ألمانيا ومغاربة العالم نرحب بهذا القرار، والتي تؤكد للجهود التي يقوم بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده للدفاع عن قضية الوطنية. ونعبر نحن كمغاربة العالم بهذا القرار التاريخي الهام، ونؤكد أمام الجميع بأننا نحن كمغاربة العالم عامة ومغاربة ألمانيا خاصة، نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله فيما يخص القضية الوطنية. ونحن كمغاربة العالم ومغاربة ألمانيا نشبت بقضايانا الوطنية والدفاع عنها، ونحن جنود مجند وراء صاحب الجلالة فيما يخص المصلحة البلاد. وبهذه المناسبة نحن كمغاربة العالم عامة ومغاربة ألمانيا خاصة نعتبر هذه الفرحة التاريخية التي قامت بها الإدارة الأمريكية، والتي تجسد وتعبر بأن العلاقة الوتيدة بين البلدين، بلدنا الحبيب المغرب وبلد الولايات المتحدة الأمريكية. نحن هنا كفاعلين جمعويين وكمجتمع مدني في ألمانيا وخصوصا في منطقة هيسن، يجب علينا أن نحس بكل ما يقع ويحدث في وطننا، ويجب علينا أن نهتم وما يجري في وطننا، ونبقى دائما أوفياء في وطننا ولوطننا، وهذا واجب، وهذا واجب الوطن علينا. وكما نؤكد دعمنا وتثميننا للخطوات التي تقوم التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بقيادة صاحب الجلالة ملكنا الهمام محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على للدفاع على المشروعية واستباب الأمن والاستقرار بمختلف مناطق المملكة المغربية وخصوصا بأقاليمنا الصحراوية. نحن نسجل ونفتخر ونثمن هذه القرارات التي اتخذتها مملكتنا الحبيبة للتصدي لكل المناورات اليائسة في منطقة القرقرات، ونعلن عن دعمنا التدخل المشروع لتمشيط تلك المنطقة ومنع أي محاولات لترويع المواطنين والمواطنات وتأمين العبور للسلع والبضائع في اتجاه الحدود المغربية الموريتانية. كما نعلن أيضا أن المكونات المجتمع المدني والجمعيات في ألمانيا كلها مجندة للدفاع عن حوزة الوطن في بكل شبر من أرض المملكة، أن الصحراء مغربية وتبقى مغربية إلى الأبد، ونحن لا نخاف من العواصف ما دام نثق أن قائد هذه السفينة هو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. ونقول دائما نحن ملكيون حكما ومالكيون دينا وشريعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الحاج محمد البالي
فاعل جمعوي من مدينة إيسن بألمانيا. قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية لا نقاش فيها، وذلك باعتراف عدد كبير من دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بسيادة المغرب كاملة على أراضيه الصحراوية. ونحن مغاربة العالم نعاهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بأننا جنود مجندون وراء جلالته في الدفاع عن قضيتنا الصحراوية وعن سيادة المغرب وكرامته تحت شعار الله الوطن الملك. أما فيما يتعلق بقضية العلاقات المغربية الإسرائيلية فإننا نعلم أن ثلث سكان إسرائيل هم يهود مغاربة تربطهم علاقات وطيدة بأمهم المغرب، كما أننا ندافع عن القضية الفلسطينية بأن يكون لها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السلام عليكم، محمد بن نوح رئيس المجلس المركزي للمغرب بألمانيا. تلقينا خبر اعتراف الرسمي بتوقيع رئاسي بالسيادة الوطنية المغربية على أقاليمه الجنوبية الصحراوية بكامل الارتياح والسرور، لأن هذا حق مغربي يعترف به من طرف دولة عظمى هي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، لها ما لها من الوزن الثقيل في العالم كله. وهذا الاعتراف هو جاء نتيجة وثمرة للدبلوماسية الحكيمة والرشيدة التي نهجها جلالة الملك محمد السادس ناصره الله منذ توليه سدة الحكم ببلادنا، أن هذا الاعتراف سوف يغير من مجرى الأحداث وسيغير من مجرى هذه القضية التي عمرت طويلا صراحة صبر فيها المغرب صبرا كبيرا، وكان من البلدان التي دوما تسعى إلى الأمن والسلم والسلام، ورغم أن كل الظروف المحيطة به تدفعه إلى أن ينفعل أو يرد بالمثل في كثير من المواقف، إلا أن حكمة المغرب كانت دوما حكمة تستأثر باهتمام المتتبعين، فالشعب المغربي والدولة المغربية معروفة بمسالمتها ورغبتها الأكيدة في الأمن والسلام وبناء علاقات التعاون والتعايش والتساكن. هذا المنطق السليم هو المنتصر، هذا المنطق المغربي في الأخير انتصر. هذا الانتصار لم يأتي هكذا، وإنما أتى بمجهودات دبلوماسية جبارة من عودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية، وإقناع عدد من الدول بانسحاب اعترافها بالجمهورية المزعومة. توجت أخيرا بعزم الولايات المتحدة الأمريكية بدورها فتح قنصلية لها بعد هذا الاعتراف الرسمي الرئاسي الموقع من طرف الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، كاعتراف بالجميل المغرب حينما كان الدولة السباقة إلى الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء تكوينها سنة 1777. وقد ذكر هذا الرئيس الأمريكي بنفسه بأنه يرد الاعتراف بالجميل للمملكة المغربية، ونحن جد فخورين ومسرورين بهذا الاعتراف الذي نتمنى أن تتلوه اعترافات دول أخرى في دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبهذا الاعتراف تكون القضية الوطنية قد
قد وصلت إلى مرحلة يمكن فيها إقبار هذه القضية ولصالح المغرب، إقبارها إلى الأبد ووصولنا إلى أن يفهم العالم كله بأن المغرب كان على صواب وأنه كان في الحقيقة مظلوما في وحدته الترابية من بعض الدول، والآن أخيرا أخيرا تيقنت بأن الحق إلى جانب المغرب وأن الوحدة الترابية للمغرب ليست لصالح المغرب فحسب بل لصالح الأمن والسلام الإقليمي أو الدولي، وأن منطق الوحدة ومنطق السلم ومنطق الأمن هو الذي يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولذلك فنحن كمغاربة الخارج ومغاربة العالم مع وطننا في هذه الاستحقاقات، وسنبقى دائما مدافعين عن الوحدة الوطنية وكل الثوابت الوطنية المغربية بكل صدق وإخلاص وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.